بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم
أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا فاصبر
بحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ويقولون إنه لمجنون وما